بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم نونا الحرفة من قناة على المطبخ. النهاردة هنعمل صينية خضار سوتيه بالفراخ، وهنعمل رز معمر. تعالوا نشوفوا المقادير. معانا كيس رز، كيس رز عادي خالص اللي هو كيلو الرز، ومعانا صينية مقاس 30، ومعانا كيلو لبن، ومعانا قطعة من الزبدة أو السمنة زي ما تحبي. بنحط قطعة في قلب الصينية وبندهن الصينية كويس قوي. أيوة، والصينية زي ما قلنا مقاس 30. بنحط الرز بتاعنا اللي متصفي، وبعدين بنحط عليه السمنة أو الزبدة على حسب ما تحبي. أيوة كده، وبنقلبها كويس قوي لحد ما الرز يتغلف تماما بالسمنة. نحس إن الاتنين امتزجوا في بعض وبقوا حاجة واحدة. أيوة، نقلب كويس قوي. طبعا عندنا اللبن، حاطين عليه ملح والفلفل بتاعنا، كيلو اللبن. تمام، بعد كده بنحط عليها اللبن اهو، عليه ملح وفلفل. ايوه تمام كده. ونحط الصينيه في الرف الاوسط في الفرن على درجه حراره 200، بتاخد لها حوالي ساعه الا ربع. دلوقتي معانا بصله متقطعه جوانح، وعليها فص ثوم، الثوم ده متفرز في الفريزر. تمام، بنقلبهم وعليهم ملح وفلفل وكبيبه، وبنمسكهم ندعكهم في قلب بعض كويس قوي. نكرهم على جنب. دلوقتي ما عندنا ايه في الكبه هنا، حوالي 6 حبات من الطماطم، ومعاهم قطعه من التوم برضو المتفرس، وبنحط عليهم قرنين شطه سبايسي. ايوه، وبنضربهم مع بعض. ادينا ضربناهم في الخلاط تمام كده في الكبه، وحطينا معانا حاطين دلوقتي البصل، ومعانا دلوقتي الفرخه مغسوله ومنقوعه ومتصفيه كويس قوي، ومعانا حبتين من البصل. هتضرب حبتين من البصل في الكبه برضو، نبشرهم في الكبه كويس قوي، ونحط معاهم برضو قطعه من الثوم، بنفضيهم ونحط عليهم الملح والفلفل والكوبيبسين، بتدي نكهة جميلة جدا للفراخ، وبتخلي طعمها وريحتها اكتر من حاجة مشوية، من المشوية الموجودة بره اللي بتبقى في المحلات. بنمسك بقى الفراخ بتاعتنا، وبنيجي متبلينها بتتبيلة البصلة دي من بره ومن جوه ومن تحت الجلد. ايوه، كل مكان نمسكها كده نخليها تشرب من التتبيلة كويس قوي قوي تحت الجلد كده. نيجي على الصدر، بنيجي نشقق الصدر بالسكينة. ايوه، نعمل فيه فتحتين كده، ونحط برضو من التتبيلة الحلوة بتاعتنا. ايوه تمام، كل ما جوانب كده نركن بعض كده اهو، شوف، وفي السكينة كده بتجي جاية حاطة هنا وهنا وتحت الجلد، وتيجي متبلة الفرخة. تمام تمام. بعد كده بنعصر عليها الليمونة بتاعتنا الحلوة. ايوه، وبنيجي بقى على صينيه البطاطس، بتبقى بطاطس ومعانا كوسه ومعانا فاصوليا، نحط طبعا جزء من التتبيله في الارض. شوفوا بقى قطعه الكوسه شكلها ايه. ايوه، شوفوا زي البطاطس، تخينه برضو زي البطاطس. ومعانا جزر، ومعانا قرنين فلفل، ومعانا فاصوليا خضراء، ومعانا فلفل اخضر. نحط عليها البصل اللي احنا مقطعينه جوانح، اللي كنا حاطين عليه الثوم، وحاطين عليه الكوبيب الصيني، وحاطين عليه الفلفل الاسود. بنقلبهم حلو قوي كده كويس قوي مع بعض لحد ما يمتزجوا مع بعض، وكله بياخد ايه من طعم بعض. تمام، احنا لا حطينا لا سمنه ولا زيت، لان اصلا الفراخ بتبقى سمينه وهي بتنزل الزيت بتاعها. الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط في الكبه بنحطها في قلب البطاطس. تمام، بنوزعها كويس، وبنحط بعد كده الفراخ بتاعتنا من فوق، وهتستوي وهتبقى جميله، ومن غير لا ورق حراري ولا ورق زبده، ولا هنغطيها ولا اي حاجه، هي هتتحط كده في الفرن، وهتطلع صينيه بطاطس فظيعه. نحط بقيه بقى الطماطم بتاعتنا، هنحطها على وش الصينيه. ايوه كده، وبنوزعها. تمام، وبندخلها الفرن. ودلوقتي نشوف هتطلع شكلها. قدامنا هي صينيه بطاطس فظيعه ملهاش حل. تمام، هنشوف دلوقتي البطاطس بتاعتنا مستوية.
ادي صينيه الرز اللي احنا عملناها اهي اهي. بصوا يا جماعه اهي اهي، شايفين الرز مفلفل ازاي؟ لا رزايه ناشفه ولا اي حاجه، اهو طالع من تحت لفوق اهو. احنا شايفين